والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية أبنائنا الأعزاء، أتمنى لكم كل سلامة وكل عافية، وإن شاء الله تكونوا دايما في أحسن حال. النهاردة هنبدأ يعني التكملة للجزء اللي إحنا بدأناه في الريجليتورز أو القناطر، وكنا بدأنا المحاضرة الأولى في الريجليتورز بالحديث أو الكلام عن الهيدروليك ديزاين، وفهمنا وعرفنا إن الهيدروليك ديزاين المقصود بيها اللي أنا أصمم الريجليتور او الانطره من حيث النواحي الهيدروليكيه. ومعنى النواحي الهيدروليكيه معناها ان انا امرر او اوجد اريا للفينس او للفتحات زي ما هي موجوده هنا اهي على سبيل المثال. اريا للفينس الموجوده عندنا، الاريا دي بتاعت الفينس وعددها يمرر ديستشارج معينه بشروط هيدروليكيه معينه، بشروط هيدروليكيه معينه. وقلنا ان الشروط الهيدروليكيه المعينه دي اللي هي الفيلوسيتيز بكونديشنز معينه، والهيدنج اب ما يزيدش عن قيم معينه اتكلمنا عنها، واتكلمنا كمان عن الكونتراكشن وعن الجيومتريك تشيك. ده كله انتهينا منه في المحاضره الاولى في الريجليتورز. النهارده ان شاء الله في المحاضره الثانيه هنبدا الكلام بقى عن الاستراكشرال ديزاين، ان انا ازاي اعمل تصميم انشائي للانطره. معنى تصميم انشائي ان الاليمنتس اللي انا الانطره هتتكون منها لازم تبقى سيف. احنا قلنا قبل كده ان الاليمنتس بالنسبه لاي انطره هتتكون من زي ما احنا شايفين بيرز اهي، في هنا بيرز تمام، في الاباتمنتس، في البريدج اللي فوق الانطره. لازم الدايمنشنز بتاعت كل اليمنت انشائي من دول تبقى سيف، ومعنى سيف ان الستريسز الواقع عليها تقدر الاليمنت ده كخرسانه يقدر يشيلها وينقلها للعنصر اللي تحته على سبيل المثال زي البير، هتنقل الاستريسز بتاعتها على الفلور او على الابرون، وبالتالي مطلوب ان الابرون يتحمل الاستريسز اللي هتنزل عليه من البير او من الاباتمنتس، وبالتالي ينقلها للفرش بامان من غير اي مشكله. وبالتالي انا لما هبدا في اول خطوه للتصميم الانشائي زي ما احنا اتعلمنا في حتى في تصميم السوليد سلابس او الفلات سلابس او غيره، كنا بنبدا دايما بخطوه ان انا افرض دايمنشنز معينه للاليمنت، ولما افرض الدايمنشنز دي هبدا اشوف بعد كده اعمل تشيكس واقدر اشوف هل الدايمنشنز اللي انت بداتها او بدات الفرض بتاعها سيف وتحقق السيفتي اللي هي المفترض تبقى موجوده عليه ولا في مشكله. احنا زي ما قلنا ان الاليمنتس الرئيسيه عندنا في اباتمنتس او الاكتاف، عندنا في البيرز، عندنا في الفلور او الابرون، وعندنا في جزء البريدج اللي فوق الايه البيرز والاباتمنتس اللي بيمرر الفيكلز او المركبات من الضفه الشرقيه للغربيه او ما الى ذلك. بنبدا اولا بنقول ان نبدا بالبير او الركيزه او بيسموها الزملاء في الري بيسموها البغله او البغال. يعني البير بنختار الثيكنس بتاعها التي بي، دي اختصار ثيكنس اوف بير او سمك الركيزه. سمك الركيزه ده هنبدا يتحدد العرض بتاعه او سمك الركيزه بناء على هل انا عامل الانطره من بلين كونكريت او رينفورس كونكريت. فان كانت بلين كونكريت فاحنا هناخد الثيكنس اوف بير من تلت لربع الاسبان، من تلت لربع الاسبان اللي هو عرض فتحه الانطره، عرض الفتحه الواحده من فتحات الايه الانطره. طبعا لو كانت معموله من الرينفورس كونكريت او الخرسانه المسلحه ممكن نقلل الثيكنس بتاع الركيزه الموجوده عندنا، فبناخده من ثمن العشر الاسبان الموجود عندنا اللي هو الاس اهي، بحيث ان انا لما كان بلين كونكريت فانا زودت العرض لان مفيش رينفورسمنت يشيل التنشن، وبالتالي كان لازم اكبر السمك بتاع البير عشان يقاوم اي ستريسز واطمن ان ما عنديش اي تنشن ستريسز على البيز بتاعه الركيزه الموجوده عندنا، لان طبعا احنا عارفين من نواحي الانشاء ان لو كان في هنا تنشن خرسانه نجلكتد في تحملها لاي ستريسز تنشن. وبالتالي لو كان من الخرسانه مسلحه ممكن اقلل السمك لان هيكون في تسليح، ولو حدث ان موجود في اي نوع من انواع التنشن ستريسز هيقدر التسليح ان هو يتغلب عليه. بالنسبه لي سمك الاباتمنت طبعا لو انا عامله خرسانه مسلحه ممكن يبقى سمك ثابت، اما لو كان خرسانه عاديه فاحنا ممكن نعمله بسمك متدرج من قيمه كبيره تحت لقيمه اقل بي 1. طبعا السمك الركيزه بي 1 او بي 2 طبعا احنا عارفين ان السمك كل ما هنزل تحت بيزيد لان اللاترال ايرث بريشر او
الضغوط الجانبية من التربة بتزيد مع الهيد، أو مع كل ما الارتفاع بتاع الركيزة زاد كل ما قيمة اللاترال ايرث بريشر زادت، وبالتالي محتاجين سمك أكبر في البيز بتاعة الأباتمنت الموجودة عندنا. طبعا بناخد بي 1 هي عبارة عن 18 مم اس اللي هو السبان بلس نص متر. بي 2 هتبقى هي نفسها هي البي 1 بلس الزيادة اللي حصلت في المثلث الموجود هنا ده، والزيادة دي بتبقى عبارة عن ربع الاتش نوت، ربع الاتش نوت اللي هو ارتفاع الاباتمنت، ارتفاع الاباتمنت. وارتفاع الاباتمنت في الغالب بيكون هو ارتفاع البير، ارتفاع البير ما بيقلش ارتفاعه عن ان يكون اكبر من اعلى اب ستريم ووتر ليفل بما لا يقل عن نص متر. يبقى ارتفاع، عفوا، ارتفاع البير او ارتفاع الاباتمنت بيكون مينيمم ان يكون اعلى من اعلى منسوب ميه في الاب ستريم بكمان زياده حوالي نص متر، عشان يبقى ده زي فاكتور اوف سيفتي او فري بورد، لو حصل اي زياده في منسوب الميه تقدر تستوعبها وما يحصلش اوفر توبنج فوق البير او فوق الاباتمنت. طبعا ممكن يدخل في ارتفاع الاباتمنت وارتفاع الركيزه الموجوده عندنا بعض البارامترز التانيه زي مناسيب الطريق، يعني ممكن ارفع البير الموجوده عندي او الاباتمنت لمناسيب اعلى علشان اعمل موازنه للطريق اللي فوق الايه الامطار الموجوده عندنا. اما بالنسبه لسمك الفلور او الابرون الموجوده عندنا ليه اكتر من معادله امبيريكال، احنا زي ما اتفقنا في المحاضره هناخد صيغه واحده بس، وهي ان التي اف بتكون جذر الاتش، جذر الاتش اللي هو منسوب الميه في امام الايه الفتحات الموجوده عندنا. قدرنا كده لما نفرد السمك وعشان الاستريسز تتوزع بزاويه 45، فهناخد البروجيكشن او الرفرفه هنا بنفس قيمه السمك الموجوده عندنا، وبالتالي اقدر بعد ما حددت القيمه دي وحددت القيمه دي وبقت عندي تي بي ثيكنس اوف بير وعندي بي 2، اقدر احدد الطول الفرش في اتجاه العرض قد ايه، وده اللي هيعول عليه بعد كده تحمله للستريسز المختلفه. يبقى ده هيعول عليه ان هو يشيل الستريسز الايه المختلفه. هنبدا بقى في اول تشيك عندنا، وهو ان انا اعمل تشيك على البير نفسها، هل البير بالدايمنشنز اللي احنا صممناها هتتحمل الستريسز اللي عليها ولا لا. طبعا احنا في السلايد اللي فات اللي احنا اتكلمنا عنها دي جبنا ثيكنس اوف بير، سمك الركيزه، وجبنا ارتفاع الركيزه قلنا بيكون اعلى من اعلى منسوب للميه في الاب ستريم بما لا يقل عن نص متر. طيب انا حددت السمك وحددت الارتفاع، يتبقى عندي ان انا احدد طول الركيزه. اهو ادي طول الركيزه، طول الركيزه اهو. طول البير الموجود عندي هيتوقف على عوامل كتيره، هيتوقف على عوامل كتيره ممكن نوجزها مثلا في السلايد دي على سبيل المثال. رود واي ويث على سبيل المثال، ان عرض الركيزه الموجوده هي عرض الركيزه، ايوه، او عفوا طول الركيزه، طول الركيزه هيكون بارامترز مؤثر فيه جدا هو عرض البريدج الموجود فوق الانطره. فكل ما زادت النمبر اوف لينز او عدد الحارات الموجوده في الكوبري اللي فوق الانطره، كل ما بالتبعيه العرض الركيزه نفسه او عفوا طول الركيزه هيزداد. كذلك السبيس المعمول علشان معدات الرفع، انا هسيب مسافه للوينش اللي هيتحرك عشان يبدا يرفع الجيتس، والجيتس دي بتبقى تتحرك جوه الجروفز الموجوده عندنا دي زي ما احنا شايفين اهي. فانا عندي في هنا جروف، الجروف ده اللي هو جروف سواء كان اساسي او احتياطي او طوارئ هتبدا تتحرك فيه البوابه، هيتحرك البوابه عن طريق وينش، فلازم اسيب مسافات يقدر يتحرك فيها الوينش، دي هيتوقف على طول الركيزه كمان، هيتوقف على طول الركيزه. كمان شكل المقدمه او المقدمه والمؤخره بالنسبه اللي احنا بنسميها النوسز اوف بير، او شكل المقدمه الانطر، هل هي سيمي سيركل زي ما احنا شايفين، او هي على شكل العدسه المحدبه زي ما احنا شايفين. كل العوامل دي هتؤثر على طول الانطره، وبالتالي انا ممكن اقول ان على سبيل المثال ممكن ده زي ما احنا شايفين ده اليفيجن في البير وده بلان، يبقى ده اليفيجن وده بلان، ده اليفيجن وده بلان. الاليفيجن او البلان الموجودين عندي هنبدا نقول والله انا لو كان عندي دي البريدج اللي فوق البير، وعشان كده احنا عملنا الخط البير تحت منه داش لاين زي ما احنا شايفين اهو،
هنبدأ نسيب من بعد البريدج متر اهو، وبعد كده نشكل التجويف الرئيسي اللي هيتحرك فيه البوابات في التجويف الرئيسي نفسه، وعرض التجويف ده هيتوقف. هل انا عامل الجروفز دي مصممة انها تستوعب دبل جيتس ولا سنجل جيتس؟ هل هي بوابات مفردة ولا بوابات مزدوجة؟ يعني هل هيتحرك في المجرى الموجود قصادنا ده بوابة واحدة ولا بوابتين؟ تمام؟ في نفس الوقت ببدأ بعد المجرى الرئيسي اسيب متر منه، اسيب متر، وبعد كده ابدأ اشكل المجرى الثانوي اللي عندي، وبعد كده اسيب متر كمان، وابدأ اشكل المقدمة بالنسبة للركيزة. لو كانت على شكل السيمي سيركل زي ما احنا شايفين، فعلى سبيل المثال لو كان السمك ده متر، هاجي بعد نهاية المتر الموجود هنا ده اهو، نهاية المتر الموجود هنا دوت اهو، وابدأ اخد دايرة نص قطرها نص متر بفرض ان كانت اهي، ونبدأ نرسم الايه القوس الموجود هنا. بالنسبة للداون ستريم بعد الكوبري هنسيب متر برضو، ونبدأ نشكل التجويف الاضافي الخلفي. وطبعا ده احنا بنستخدمه علشان لو عايزين نعمل اي احلال لطبقة الموجودة او طبقة البروتكشن لير الموجودة على الفرش، ممكن هنقفل الداون ستريم والاب ستريم، ونقدر نعمل اعمال الريبير او اعمال الصيانة الموجودة عندنا. بعد ما نشكل الجروف اللي يكون متوسط عرضه 20 في 20 او 40 في 40 على حسب الجيتس وعلى حسب حجم الأنطرة، نمشي بعدها نص متر ونشكل برضو شكل المقدمة او عفوا المؤخرة بالنسبة للايه الركيزة الموجودة عندنا. بكده يبقى احنا حددنا ابعاد الركيزة، سواء كان في البلان، ادي شكل البلان وده شكل الريفيجن. احنا يعني لان ممكن يطلب منا ان انا ارسم شكل للركيزة او قطاع للركيزة، ارسم له بلان وارسم له ايه الريفيجن، ارسم له بلان وارسم بلان وارسم له الريفيجن. كده احنا حددنا ابعاد الركيزة. طيب هيتبقى اللي انا اشوف، هل بقى الدايمنشنز اللي انت فرضتها دي للركيزة طولها من اول هنا لحد اخر الركيزة، والعرض اللي احنا صممناه عليه وارتفاعها اللي موجود قصادنا ده، هل الارتفاع ده والدايمنشنز بالنسبة للبير عندنا هتكون سيف ولا هيكون في مشكلة؟ طبعا التشيك اللي عندنا بالنسبة للبير هو تشيك ستريس، يعني هل الستريسز في نهاية او عند البيز منسوب قاعدة الركيزة، قاعدة الركيزة دي او البغلة، هيكون الستريسز ان كانت مثلا خرسانة عادية هتكون كلها كومبريشن ولا كان يكون في تنشن؟ طبعا غير مسموح بتنشن لو كانت خرسانة عادية. طيب وكمان حتى الكومبريشن يكون في حدود المسموح به اللي هي تقريبا من 40 ل 50 كيلو جرام على السنتيمتر الايه المربع. يبقى انا هعمل تشيك على البيز او على قاعدة الركيزة واتأكد هل كان في هنا اي تنشن، ده في حالة الخرسانة العادية، هل في تنشن؟ وده طبعا غير مسموح به. وكمان اتأكد ان الكومبريشن ستريسز في الحدود المسموح بيها، الحدود المسموح بيها. طيب احنا عارفين قانون الستريسز العام اللي هو ان السيجما بيساوي ناقص ان على ايه زائد او ناقص الام اكس على الاي اكس في الواي زائد او ناقص الام واي على الاي واي في الاكس. وبالتالي فاكتور مهم جدا هو المساحه اللي هتشيل الستريسز الموجود على الركيزه دي. طبعا انا عندي الركيزه فيها اجزاء وفيها التجويفات سواء كان ثانويه او رئيسيه او اضافيه او مجرى طوارئ او غيره. طبعا ده يشكل الابعاد او كروس سيكشن في البير، ابعاده كام او الاريا بتاعته كام. طبعا احنا لما نيجي نحسب الاريا بتاعتنا بناخد من حدود مجرى الطوارئ اللي في المجرى الرئيسي عفوا للمجرى الاضافي الموجود او المجرى الخلفي الموجود، وكاننا هناخد الجزء السوليد ده فقط. قالوا ليه؟ قالوا لان لو خدت الجزء اللي هو فيه التجاويف ده محتمل مع التشغيل ان يحصل هير كراكس او شروخ موجودة هنا، وبالتالي يحصل فيه فصل انشائي ما بين البارتس بعضه بعض. فانا بشتغل على الجزء السوليد الموجود عندي ده هنا فقط، الجزء السوليد ده هنا فقط. والله ما حصلش الكراك ده يبقى انا مأمن نفسي، حصل الكراك خلاص انا ما عنديش اي مشكلة، انا كان المعول عليه ان هو يشيل ستريس هو الجزء السوليد الموجود عندنا ده. وبالتالي اصبحت الاريا المطلوب انها تشيل ستريس هي عبارة عن ال effective اللي هو طول الفعال اللي هو من نهاية المجرى الخلفي دوت للمجرى الرئيسي الموجود في الابستريم، والعرض طبعا هو thickness of peer اللي احنا فرضنا ابعادها في السلايد اللي كانت قبل كده.
طيب يتبقى عندي انا لما افكركم بمعادله الستريسز، قلنا ان معادله الستريسز اللي هي عباره عن ناقص ان على ايه، وان اللي هي عباره عن النورمال فورسز، او ان على ايه زائد او ناقص ام اكس، معنى كده في مومنتس، والمومنتس ده يعني معنى كده انها هتيجي من حالات تحميل معينه. حالات التحميل دي طبعا لازم نتكلم عنها، ان دي هتؤدي للمومنتس. يبقى انا في عندي مومنتس وفي عندي نورمال فورسز. المومنتس او النورمال فورس هتيجي من الاحمال، يبقى لازم اعرف ايه الكيس اوف لودنجز اللي احنا ممكن نتعرض ليها. اول كيس اوف لودنج عندنا، او اول حاله من حالات التحميل، تمام، اللي هي الماكسيمم فيرتيكال ستريس، اقصى تحميل راس ممكن يتعرض ليه الركيز. طب ده يجي منين؟ الكيس دي تيجي منين؟ ان انا البير اللي عندي اهي، او الركيزه الموجوده عندي اهي، ابدا اجيب وزنها، واحنا عارفين طبعا ان وزن اي جسم هو عباره عن الفوليوم بتاعه مضروب في الجاما او السبيسيفيك ويت، الوزن النوعي بتاعها. فلو كان خرسانه عاديه 2.2 طن على المتر المكعب، لو كان خرسانه سلاح يبقى 2.5 طن على المتر الايه المكعب. وبالتالي هجيب وزن الركيزه، وطبعا هضيف عليه الرياكشنز اللي جايه من البريدج. طبعا دي سبان، هنا سبان، وهنا سبان الناحيه الثانيه. يبقى كان في هنا كوبري ممتد عبر الفتحه دي وكوبري الناحيه الثانيه، ببدا احمله كسيمبل بيم عادي خالص، واجيب الرياكشن من الديد واللايف. الرياكشن جاي من تحمال الاحمال الديد واحمال اللايف، احمل هنا ديد ولايف واحمل هنا ديد ولايف، وبالتالي ادي الركيزه عندنا اهي، ادي الركيزه اهي. الموضوع بسيط جدا، مش في اي مشكله ان شاء الله. كل البوينتس دي تمثل الرياكشن اللي كان جاي من السبورت او المين جيردر بتاعه الايه الكوبري. المين جيردر هفكركم اللي هي كانت اهي، يبقى الجيردر دي والجيردر دي والجيردر دي والجيردر دي سبورتد مثلا على زي ما احنا قلنا على تو بيرز، يبقى معنى كده انها رمت الرياكشن بتاعها او رد الفعل الموجود عندها على البير في البوينتس الموجوده عندنا اهي، تمام. يبقى سي مثلا لو كان في عندي 4 جيردرز لكل سبان منهم، يبقى في عندي 4 رياكشنز من السبان الموجود هنا كده، وفي عندي 4 رياكشنز الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين. احمل الرياكشنز دي اللي جاي من الديد واللايف، احمل من الديد، وده اخسر ديد لود زائد ايه لايف لود. والله طلع مثلا ان الرياكشن بتاع الديد 11 واللايف وليكن 5 او 6، يبقى التوتال 11 زائد 6 وليكن يبقى 17 طن هنا، 17 طن هنا، 17 طن هنا، 17 طن هنا، وهكذا. وبالتالي فالنورمال فورسز في معادله الاستريس هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اقول ان ان تساوي السميشن اوف الرياكشنز ديد لود زائد لايف لود، ديد لود زائد لايف لود، بلس طبعا الويت اوف بير او وزن الركيزه. وزن الركيزه زي ما احنا قلنا هو عباره عن الدايمنشنز بتاعت البير اللي هي الطول في عرض في ارتفاع مضروب في السبيسيفيك ويت للخرسانه. طبعا لو كانت خرسانه عاديه يبقى 2.2 طن على متر مكعب، خرسانه مسلحه يبقى 2.5 طن على المتر المكعب. وطبعا زي ما قلنا في السلايد اللي قبلها ان الاريا عباره عن ال على طبعا هنا ال افكتيف او الطول الفعال للركيزه اللي احنا اتكلمنا عليه مضروب في التي بي او الثيكنس اوف اوف بي. يبقى الاستريسز بمنتهى البساطه عباره عن ناقص ان عليه، امال فين ترم الام اكس على الاي اكس في الواي زائد الام واي زائد او ناقص الام واي على الاي واي في الاكس؟ خلاص مش موجود، لان ما عنديش هنا مومنتس، لان الشكل سيمتري، والمومنت اللي هنا اللي هيجي من الرياكشنز دي هيعادلوا المومنت اللي جاي من الرياكشنز الناحيه الثانيه، وبالتالي لن يكون عندي غير ناقص ان على ايه فقط، او القانون الاستريس العام خالص اللي هو عباره عن الفورس على الاري. اجيب التشيك الموجود هنا دوت، والله اتاكد ان هو اقل من 40 او 50 كيلو جرام على سنتيمتر مربع لو كان خرسانه عاديه، وبالتالي كده يبقى انا ما عنديش اي مشكله في الاستريس. نيجي لحاله التحميل الثانيه. حاله التحميل الثانيه وهي حاله اقصى مومنت حوالين محور واي، اقصى مومنت حوالين محور واي اللي هو المحور العرضي للركيزه. المحور العرضي للركيزه ده يبقى انا عندي المحور الطولي اللي هو اكس اكس، ده المحور الطولي، وده المحور العرضي اللي هو واي واي. ده لما اجي اتكلم عن الماكسيمم مومنت في حوالين المحور العرضي للركيزه الموجود عندنا ده، احنا عندنا في
الاحمال احنا عارفين عندنا في حملين رئيسيين هنشتغل عليهم، في احمال الووتر، احمال الميه الموجوده، واحمال الرياكشنز اللي جايه من الجيردرز اوف بريدج. طيب انا علشان ادي اقصى مومنت حوالين محور واي، وعايز افكر الشباب تاني ان السكشن انا واخده دوت هو السكشن عند البيز خالص بتاعت البير، اللي انا لما احسب الاستريس تحته ده يبقى ده الاستريس اللي رايح ليه للفلور او للابرون اللي هي سبورتد عليها. طيب انا عايز اجيب اقصى مومنت حوالين محور واي ده، طيب اخلي شكل الاحمال ازاي علشان يدينا اقصى مومنت حوالين المحور الموجود عندنا ده؟ والله قال لك بالنسبه لاحمال الميه اتخيل الحاله، طبعا هو عفوا مش تخيل بس دي حاله ممكن تحصل، ان انا لو انا عامل زي مثلا انطره هيدر جليتور على سبيل المثال ممكن تبقى المغلقه تماما، يبقى الخلف دراي واقصى منسوب موجود في الاب ستريم، يبقى انا في الحاله دي ممكن احمل الميه في الاب ستريم كان البوابات مقفوله تماما، وبالتالي ده يدينا اقصى مومنت جاي من ضغط الميه. طيب واحمال البريدج نعمل فيها ايه؟ ابدا احمل الجزء الخلفي من المحور اهو بالديد ولايف ديد ولايف ديد ولايف ديد ولايف، اما الجزء اللي في الاب ستريم احمله ديد فقط، احمله ديد فقط، يبقى ديد لود ديد لود ديد لود ديد لود، ده رياكشنز للديد لود، وهنا اللايف لودز فقط زي ما احنا شايفين كده اهو، تمام. وابدا ادرس بقى المومنت اللي عندي، يبقى ابدا اقول المومنت اللي جاي في عندي مومنت جاي من ضغط الميه. طبعا دي مش قوانين جديده يا شباب، دي مش قوانين، ده دي طريقه حل فقط. يعني هو بيقول لي ان في قانون الاستريسز اللي هو اهو ناقص ان على ايه ناقص ام اكس على اي اكس في الواي، او ممكن ناقص او زائد، خلاص هنا زائد وهنا ناقص المومنت. طب فين الام اكس؟ هنا في الحاله اللي قصادنا دي الشكل سيمتري، ان انا دلوقتي الاحمال محور الكوبري كان متطابق مع محور الركيزه، فبالتالي مفيش مومنت حوالين الايه المحور واي، تمام كده، محور اكس عفوا، مفيش مومنت حوالين محور اكس، لان بص كده هنا ار ديد لود وديد لود وديد لود عفوا ديد لود ولايف وديد ولايف، وهنا ديد وهنا ديد، فالمومنت اللي هيجي حوالين محور اكس او المحور الطولي هيكون متماثل، فبالتالي ما عنديش هنا ام اوف اكس، تمام. طب ال ان عباره عن ايه؟ من غير ما حتى عشان بس اثبت لك ان دي مش قوانين، ده دي طريقه حل فقط، او يعني انا لو مش داك القوانين دي قلت لك احسب الاستريس انت هتحسبه من غير ما ترجع لاي قانون من القوانين دي. انا عندي الرياكشنز، مش انا قلت النورمال فورس في السلايد اللي فات عباره عن ايه؟ الويت اوف بير اهي زائد السمشن بتاع الرياكشن اوف ديد لود اللي هو ده زائد ده زائد ده زائد ده، والرياكشن بتاعت ديد ولايف اللي هو ده زائد ده زائد ده زائد ده. جميل قوي. طيب ده النورمال فورس، وابدا اجيب المومنت اقول والله ده زائد ده في المسافه زائد ده زائد ده في المسافه ناقص ده زائد ده في المسافه ناقص ده زائد ده في المسافه زائد حمل الميه او ضغط الميه اللي جاي من هنا اهو مضروب في البعد عن القاعده. ابدا اجيب كده المومنت واروح رايح معوض في القوانين اللي بقى عندي مومنت وعندي نورمال فورس طبعا وعندي اكس وعندي الاي، اللي احنا عارفين ان الاي او النقطه في نرش عباره عن الموازي، موازي اهو اللي هو سماه تي بي، الموازي في العمودي تكعيب على 12، الموازي اهو الموازي في العمودي تكعيب على 12، وقلنا طبعا ان المومنت حوالين اكس بزيرو اقدر من هنا اروح رايح معوض في معادله الاستريس وبرضه عامل تشيك على الاستريس الموجود ايه عندي. اجي بعد كده على حالة التحميل الثانية، احنا دي كانت حالة أقصى تحميل أو أقصى مومنت حوالين محور ده اللي هو المحور واي، وده اللي بيعبر عنه المومنت في الاتجاه الطولي، في الاتجاه الطولي للركيزة، لكن ممكن نقوله بصورة ثانية إن ده أقصى مومنت حوالين محور واي. طب عايزين ناخد بقى أقصى مومنت حوالين محور إكس اللي هو المحور الطولي، نشوف بقى السلايد الثاني أهي. حوالين محور إكس أهو اللي هو المحور الطولي عايز اشوف ايه حاله التحميل، او انا لو خدت سيكشن هنا سيكشن اهو هنا في الركيزه دي هيبقى دي الحاله اهي. دي ممكن يحصل امتى اللي هو اقصى مومنت حوالين محور الطولي للركيزه او محور اكس الموجود عندنا؟ ان انا بالنسبه لحمل الميه احنا قلنا عندنا حملين، حمل الميه ووتر بريشر والرياكشنز اللي جايه من البريدج الموجوده عندي. ابدا
اقول والله اجيب ضغط الميه، اقول انا هتخيل الاول زي ما قلت، مش موضوع اتخيل، موضوع ان دي حاله تحميل ممكن تحصل، ان ممكن تبقى في فينت منهم فيها ميه موجوده تمام، والفينت التانيه مش موجوده، وبالتالي محور اكس هنا في البلان اللي هو يمثل نقطه عند البيز هنا، نقطه نقطه اهي خلاص كده، يبقى ابدا ضغط الميه احمل، يبقى احمل فتحه من الميه والتانيه لا، يبقى ده مثلث ضغط الميه، الضغط عند البيز بجام اوف اتش، ولو جبت مساحة المثلث ده، مساحة المثلث ده، مساحة المثلث ده في طول الركيزة او ال ال افكتيف، يقدر يجيب لي البي 3 الموجودة هنا دي، البي 3 الموجودة هنا خلاص، وهو ادي القانون اهو، دي طريقة الايه حسابه اهي، موجودة عندك مشروح اهي خلاص كده. بعد كده جبت ده ضغط المية، طيب الرياكشنز اللي جاية من الكوبري نحملها ازاي؟ ابدا احمل الجنب دوت برياكشنز اوف ديد اند لايف، واحمل الباكيه الثانيه بالديد فقط، فده يساعد يدي مومنت في نفس الدايركشن بتاع اتجاه الميه، فدي يبقى الويرست كيس. يبقى انا هجيب المومنت ازاي؟ اقول القوه في المسافه، المسافه دي طبعا القوه احنا جبناها، طيب المسافه دي قد ايه؟ المسافه دي احنا عارفين اللي هو مركز ثقل المثلث تلت وتلتين، يبقى هنا دي تلت الاتش اب ستريم، دي اتش اب ستريم، يبقى تلت وتلتين، تلت وتلتين، يبقى القوة في المسافة بلس الرياكشن في المسافة ناقص الرياكشن ديد لود في المسافة، اقدر اجيب المومنت واروح اعوض برضه في قانون الاسترس الموجود عندنا، اقدر اعمل تشيك واشوف هل عندي فيه، لو كانت خرسانة عادية هل في عندي تنشن ولا لا. اتفقنا كده يا شباب؟ الحالة الأخيرة الموجودة عندنا هي حالة كومباوند ما بين الحالتين، ازاي؟ بيبدأ ياخد حمل الميه من حالة التحميل التانية مع احمال او حالة او وضع الرياكشنز بالنسبة للبريدج من حالة التحميل اللي احنا التالتة اللي احنا لسه متكلمين عنها في السلايد الأخيرة دي، يبقى حط الرياكشن هنا ديد ولايف اهو، ديد ولايف، ديد ولايف، ديد ولايف، ديد ولايف، اللي هي حالة التحميل اللي فاتت اهي، افكركم بيها اهي، ديد ولايف هنا وديد فقط الناحية التانية، ده اللي عمله هنا اهو تمام كده، وبالتالي حمل هنا ديد ولايف، ديد ولايف، ديد ولايف، ديد ولايف، والباكيه الثانيه حملها بالرياكشن جاي من الديد لود فقط، ديد لود فقط، ديد لود فقط، ديد لود فقط، وبالتالي كده يبقى احنا حطينا احمال الرياكشنز اللي جاي من الجيردرز اوف بريدج بالاضافه لضغوط الميه اللي احنا حسبناها من حاله التحميل الثانيه اهي، بفكركم برضو بيها اهي، دي كانت حاله التحميل الثانيه، ضغط الميه خدناه منها، اجمع الاثنين اجيب الفورسز بقى او المومنتس اللي جايه من الفورس بتاعت الميه والفورس اللي جايه من المومنت بتاع الجيردرز اوف بريدج، اجمع الاثنين فاجيب ده ام اكس اهو، بقى في عندي ام حوالين محور اكس، والووتر بريشر هيديني المومنت حوالين محور واي خلاص، يبقى دي مومنت عندي مومنت حوالين محور واي ومومنت حوالين محور اكس اللي جاي من الرياكشنز، اقدر احطهم في حاله كومباوند زي ما احنا شايفين، واعمل تشيك واشوف هل الركيزه اللي عندي فيها او عليها ستريسز تنشن، بتكلم ده كله لو كان خرسانه عاديه، طبعا لو كان في خرسانه مسلحه انا ما عنديش اي مشكله لو كان في تنشن طالما في الحدود الالاوبل بالنسبه للتسليح الموجود عندي، وبكده يبقى احنا عملنا تشيك ان انا لو كانت خرسانه عاديه زي ما قلنا ما يزيدش عن 40 ل 50 كيلو جرام على سنتيمتر مربع كومبريشن، ولا يسمح بالتنشن اطلاقا في خرسانه عاديه، اما لو كان خرسانه مسلحه فمسموح بالتنشن لكن في حدود اللي ممكن تتحمله الاستريس بالنسبه لحديد التسليح، وبكده نقوم عملنا تشيك على البير الموجوده عندنا. واتمنى ليكم كل توفيق وان شاء الله تبقى الامور سلسه، والكتاب معاك في المسائل المحلوله بسلاسه ان شاء الله، ولو في اي سؤال انا هنتظر منكم باذن الله تبارك وتعالى، وشكرا جزيلا والحمد لله رب العالمين.